مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، حلقة جديدة من هنا ليبيا نبدأها بأهم العناوين. منطقة المهدية تعاني تكدس القمامة. ركود في سوق الذهب بطبرق. مقر تحلية مياه البحر بطبرق يتوقف عن العمل. يعاني سكان دائر المهدية بمدينة سبها منذ فترة من تراكم القمامة تسببت بإغلاق جزء من الطريق العام، حيث يتم التخلص منها عن طريق حرقها، مما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة تسبب في انتشار الأمراض للسكان. عدسة هنا ليبيا رصدت هذه المعاناة مع أحد السكان المتضررين، فلنشاهد. قدام امام القسم الداخلي ومدخل الحي الصناعي، وهذه المنطقه يعني لا تبعد كثيرا عن مقر اداره شركه خدمات النظافه، وشايفين المشهد انه تراكم اطنان من القمامه نتيجه تقاعس الاداره السابقه للاسف اداره شركه النظافه عن نقل القمامه والمخلفات رغم الشكاوي اللي تقدمنا بها للشركه، ولكن الاداره السابقه للشركه للاسف ما طلبنا كثيرا لمده سنوات، ما ادى للمشهد اللي تشوفوا فيه من تراكم القمامه والاضرار البيئيه اللي سببتها هذه. لذلك بناشد كافه الجهات الضبطيه، مدير الامن والحرس البلدي، بان ضروره من وضع دوريه لمنع الناس من القاء القمامه في هذا المكان، حفاظا على صحه الناس وكذلك حفاظا على المظهر العام للمنطقه. طبعا المنزل حيث اسكن لا يبعد يعني اقل من 100 متر، ضرر مباشر، ضرر بيئي، ضرر صحيه، يعني ضرر حتى لبعض افراد اسرتي للامراض الصدريه نتيجه هالقمامه ونتيجه المنظر اللي انتم شايفينه. فاعيد واكرر مناشده للجهات الامنيه، مديريه الامن، الحرس البلدي، بضروره اقل شيء تثبيت دوريه ثابته او راجله بمنع الناس من القاء القمامه في هذا المكان، وايضا شركة نظافة أنها تقوم بنقل القمامة بشكل يومي خشية تراكمها زي ما نشوفه فيه في المنظر اللي شايفينه للأسف. مشاهدينا، عن آخر المستجدات والأخبار ينضم معنا مراسلنا من سبها رمضان كرمفودة. رمضان مرحبا بك، يا ريت تضعنا في آخر المستجدات والأخبار بمدينة سبها. مساء الخير ليك ولكل المشاهدين قناة الدرجة الأولى وبرنامج الجمهورية. طبعا بداية سبها فتحت السباح لأسعار اللحوم، وهذه السباح ليست من سبها خاصة بل في ليبيا عامة، حيث أصبح يعني المواطنون يقللون من شراء اللحم إلا في يوم العصر الرسمي اللي هو يوم الجمعة. طبعا نحن من الشعب الليبي طبعا يوم الجمعة طبعا يوم مميز في يعني عزومة العائلة. الحرس البلدي مدينة سبها يقوم بعمل ومجهودات جبارة في التفتيش على البضائع المنتهية صلاحيتها، كذلك مرافقة تنفيذ كتاب النائب العام بإخلاء وإزالة المباني التي هي غير مرخص بها والتي تم بناؤها على أراضي للدولة ملك الدولة الليبية. هناك مشكلة بدأت الآن تظهر في الأفق وهي ازدحام على محطات الوقود العامة، يعني كان في فترة يعني انفراج، ولكن هذه الأيام منذ حوالي أرصد من منذ أسبوع يعني زيادة في الطوابير حيث 3 أو 4 ساعات، بينما ارتفع سعر القطر الواحد في هذه الخطوط الدولة في المحطات الخاصة سعر سبها 2 دينار يعني 2 دينار، ولكن في باقي المناطق رمضان يبدو أن في مشكلة في الصوت. يعني شكرا لك على هذه الإحاطة، ننتقل إلى الخبر الآخر. يشهد سوق الذهب في طبرق حالة من الركود الشرائي، الأمر الذي عاد بالضرر على تجار الذهب في المدينة. التقرير التالي يوضح أسباب هذا الركود وكيف انعكس على حركة الشراء.
يبدو أن شبح الركود الاقتصادي بات يخيم على سوق الذهب في طبرق، ذاك الذي أصبح يعاني من كساد في الشراء والتعاملات، حالة أرجعها أغلب تجار الذهب في المدينة لعدة أسباب. المدينة فيها ركود اقتصادي طبعا وأزمة سيولة، عرفت؟ فالمواطن يعني الذهب هذا يعتبر كمالية من كماليات اللي مش ضرورية، يعني في مصاريف أخرى بالنسبة للأسر تكون أهم من الذهب، عرفت؟ مثل الأكل، الشرب، كذا، ملابس. شيء من الفراغ بات يكسو أرفف متاجر ومحال الذهب، فراغ ناتج عن عدم قدرة أصحاب المحال على توفير بضائع جديدة بعد أن حال هذا الركود في دفع التزاماتهم المالية، فيما اقتضت بعض المحال الأخرى بأنواع الذهب المختلفة لكنها لم تعد تستهوي عين الشاري. حتى مع العالم، حتى مع الزبون، ما عاش عرفنا كيف نخدمه، تمينا نرقوا الزبون يرعي، وتم ما عاش فيه شنو موضوع مشترى جديد، تمينا خايفين على البضاعة ونبحثوا، ما فيش ركود 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 عام غريب بالكل. نحن كتجار قبل عادة كنا نغيره في البضايع شهرية، بضايع باستمرار، فموضوع المبيع، قلة المبيع وأزمة السيولة، والتاجر في الخارج ما يعرفش أنه في البلاد في موضوع نقص سيولة وفي موضوع نقص دولار وعندنا سوق سوداء، يعني حقيقة مواضيع كثيرة جدا. قد يرجع البعض حالة الركود هذه لانتهاء موسم الأفراح، فيما يرى البعض الآخر أن أزمة السيولة وتأخر المرتبات هما السبب في هذا الكساد، لكن معطيات الواقع المعيشي هنا تجزم بعدم قدرة المواطن على اقتناء هذا الحلي بسبب انشغاله في توفير قوت يومه. لن ترحم حالة الركود الشرائي أسواق الذهب في طبرق، تلك التي ألقت بظلالها على تجار هذه الأسواق، حالة تعددت أسبابها وتنوعت انعكاساتها، لكن المتضرر منها واحد. محمد شحات، WTV طبرق. أقامت مفوضيات كشاف طبرق حفل تأبين للقائدين جفول زروق ورحوم الكواش، اللذان يعتبران من أهم مؤسسي الحركة الكشفية في طبرق، وسط حضور عدد من الكشافين من مختلف الطلائع والمراحل وعدد من نشطاء المجتمع المدني في المدينة. هذا وتضمن الحفل عرض عدد من الأشرطة الوثائقية عن القائدان إضافة لبعض كلمات الرثاء، كما شهد الحفل أو حفل التكريم أسر القائدان من قبل المفوضية نظيرا عن أعمالهم في خدمة المجتمع. طبعا هذان الشخصيتان يعني شخصيتان من المؤسسين يعتبروا الحركة الكشفية والحركة الإرشادية مفوضية طبرق، أعطنا الكثير والكثير في هذه الحركة، اللي هن القائدة الدكتورة جفول الزروق والقائد المرحوم مرحومة كواش. طبعا قائدة جفول الزروق من القائدات المؤسسات والأوليات اللتين أسسا الحركة الإرشادية في مفوضية طبرق، انتسابها في 64، والقائد رحومة الكواش الانتساب في 68. إن شاء الله بإذن الله، يعني وإن شاء الله ربي يطول في عمار القادة الموجودين والكبار الرعيل الأول في هذه المفوضية، واللي كل ذي حق حقه، يعني كل شخصية موجودة رائد أو رائدة في هذه المفوضية نعطوها حقها سواء حي أو ميت. مشاهدينا، بالرجوع إلى مراسلنا من سبها رمضان كرمفودة استكمالا لحديثنا وآخر المستجدات والأخبار بمدينة سبها، لك رمضان، تفضل. نعم فرع. طبعا المستجدات المستجدات في سكة مهار قد أزبط الوقود حيث كان أربع ساعات من المحطات تمليات خزانات سياراتهم، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود في المحطات الخاصة، اللتر واحد وصل إلى 2 دينار في مدينة سبها، وبعض المناطق المجاورة مثلا وصل إلى 3-4 دينار، وهناك ارتفاع كبير في منطقة رأس. هناك أيضا يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، حيث يعني تحدثنا مع بعض المواطنون أصبحوا يشترون اللحوم في يوم الجمعة مرة واحدة في الأسبوع،
كذلك هناك رصدنا عمل الحرس البلدي يقوم بمتابعه تنفيذ كتاب النهي العام لازاله المباني المخالفه والتي تم بنائها على اراضي ملك الدوله. هناك عده انشطه كذلك لمؤسسات المجتمع المدني منها المحاكاه الانتقاديه وقاده السلام للاطفال بمناسبه انتهاء الثانوي العام الدراسي للاطفال والمدارس. ذلك تشهد سبها يعني تحسن في الوضع الامني حيث الان نجد المحلات التجاريه والحركه ليليه حتى تصل الى الساعه 9 الليل، وهناك انتشار من افراد مديريه امن سبها والاجهزه التابعه لها بمسانده من قوات تابعه لمنطقه سبها العسكريه التابعه للقياده العامه. هذا جل ما لدينا في مدينه سبها فرح. نعم، اذا مراسلنا من سبها رمضان كرمفودة لك جزيل الشكر على هذه المعلومات والاحاطه. اما الان مشاهدينا فاصل قصير ونتابع معكم حلقه هنا ليبيا. كأس العالم لريادة الأعمال هي واحدة من أكبر مسابقات المشاريع الناشئة وبرامج الدعم وأكثرها تنوعاً، وتضم أكثر من 370 ألف رائد أعمال من أكثر من 200 دولة، وتقدم للفائزين جوائز ذات قيمة مالية كبيرة تساعدهم في تطوير مشاريعهم وللوصول للمرحلة النهائية والتي تكون آخر محطاتها. المملكة السعودية يجب المرور بعدة مراحل محلية والتي كانت مدعومة من الاتحاد الأوروبي لهذه المشاريع، واليوم نلتقي مع المتحدث الرسمي للشركة الليبية للصحة الرقمية والتي كانت مشاركة بتطبيق سكري. مشاهدينا، حول هذا الموضوع ينضم إلينا المتحدث الرسمي للشركة الليبية للصحة الرقمية زكريا إبراهيم شكلاون. مرحبا بك سيد زكريا، بداية الحديث شكرا على انضمامك إلينا. يريد تحدثنا عن هذه المسابقة الداعمة للمشاريع وكيفية المشاركة بها. أهلا وسهلا أستاذة فرح، شكرا لك وشكرا لاستضافتكم لنا كبوابة الوسط. كأس العالم ريادة الأعمال هو كأس نشأ حديثا، يقام نهائياته في المملكة العربية السعودية. حقيقة منذ سنة إلى الآن نشتغل على موضوع التطبيق السكري والذي شاركنا فيه بهذه المسابقة، والحمد لله وفقنا في المرحلة المحلية وتجاوزناها بالترتيب الأول، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي المرحلة الإقليمية. كان هناك أكثر من 1000 شركة، استطعنا بحمد الله وتوفيقه بعد التصفية الثانية أن نصبح ضمن أول 250 شركة. نسعى الآن للتقدم أكثر وأكثر والوصول إلى القمة إن شاء الله، وتمثيل ليبيا أحسن تمثيل في النهائيات إن وفقنا الله وترشحنا في هذه المرحلة. طيب سيد زكريا، يعني كم تبقى من المراحل باش توصلوا لمسابقة كأس العالم في المملكة السعودية؟ الآن في المرحلة ما قبل النهائية، الآن مرحلة 250، بعد ذلك يصبح فقط 50 مشروع ينتقلوا إلى النهائيات في المملكة العربية السعودية. طيب حدثنا على مشروعكم اللي شاركتوا به، يعني حدثنا أكثر عن هذا التطبيق. تطبيق سكري هو عبارة عن تطبيق في الهاتف، كانت الفكرة منذ نشأتها من حوالي سنة، فكرة لمساعدة مرضى السكر من تجربة شخصية لأعضاء الشركة والمؤسسين لهذا المشروع. كان المشروع عبارة عن حلقة متكاملة ما بين المريض والدكتور والمستشفى، وهذه كان هناك دائما خلل في هذا الموضوع بالنسبة للمواطن الليبي. طبعا كانت فكرة المشروع وهي عبارة عن prediction, prevention وtreatment، وهي التوقع والحماية ثم العلاج. من هذا المشروع نطمح بأن يصبح لمرض السكر أقل خطورة مما هو عليه الآن، حيث حسب الدراسات الأخيرة في 2021 منظمة الصحة العالمية بأنه كل 5
دقائق يموت مريض من مرض السكري. فهذا لربما هو يسمى بالمرض الصامت، لا يوجد خطورة كبيرة مثل ما نلاحظ في باقي الأمراض المزمنة، ولكن هذا المرض خطير جدا. لذلك أنشأنا هذه الحلقة، وهي عبارة عن حلقة يستطيع من خلالها مريض السكر أن يدخل بياناته اليومية من تحليل السكري بأبسط الإمكانيات. ومن هنا انطلقنا من فكرة بسيطة جدا، لأن دائما مرض السكر يكون لديهم صعوبة في التعامل مع مثل هذه البرامج والتكنولوجيا. كان في إضافة بسيطة غير موجودة أبدا في أي من التطبيقات الأخرى، وهي إضافة التسجيل الصوتي، وحتى يستطيع المريض تسجيل بياناته لهذا اليوم. مع المتابعة والتخطيط اليومي يستطيع أيضا المريض بالمتابعة مع الدكتور عن طريق الأونلاين وحجز مواعيد أونلاين. هذا الأمر كان نتيجة بعد المسافات وتمركز الدكاترة الجيدين والأخصائيين في مناطق معينة ضمن النطاق الليبي. لذلك دخلنا هذا الأمر إلى هذه التكنولوجيا وهي الأونلاين إلى الأبليكيشن، حتى يستطيع المريض التواصل مع الطبيب. الدكتور. نعم. طيب. مع الطبيب. نعم. متى سينطلق العمل الفعلي لهذا التطبيق؟ سينطلق إن شاء الله مع نهاية الأسبوع القادم النسخة التجريبية، التي من خلالها نسعى بالاشتراك مع المراكز العامة والخاصة أن يكون هذا الانطلاق وبمساعدتهم، لأن التطبيق مجاني كليا، فنساعد بأن يصبح رائد في داخل الوسط السكري من خلال الأطباء والمرضى والكل، يعني الناس. طيب، أنت حضرتك حكيت على التطبيق بالتفاصيل، ولكن هل سيكون سهل التعامل مع هذا التطبيق يعني من جميع الفئات؟ بالنسبة لهذا الأمر، كان طبعا خلال فترة التطوير السنة الكاملة كان هناك الكثير من التفكير في هذا الأمر. حاولنا قدر الإمكان أن نكون ستكون البيانات مجرد بيانات بسيطة، يعني في البداية عندما تدخل كمريض ستكون بيانات بسيطة، يعني الاسم، العمر، متى موعد الإصابة بالسكري، هل هو من النوع الأول أو الثاني، هل يوجد أي أمراض مزمنة أخرى، طريقة قياس السكر. عندما يأتي لقياس السكر في حد ذاته ستكون هناك ثلاث تقنيات. هناك القياس بالأجهزة الخارجية التي يمتلكها الطبيب، عفوا، التي يمتلكها المريض، يقيس بها ويدخلها كتابيا. هناك التقنية الثانية وهي الإدخال صوتيا للناس الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة، ممكن أن يكون صعب عليهم. بالإضافة إلى هناك تقنية ثالثة، وهي بالتعاون مع شركات هذه الأجهزة وربط هذا البرنامج عن طريق البلوتوت، بحيث أن مجرد ما يخرج القراءة داخل الجهاز تنتقل مباشرة إلى الأبليكيشن. فهذه هي الطرق الثلاثة التي ساعدت وستساعد جدا أن يكون هذا التطبيق سهل الاستخدام. حجز الأونلاين حيكون سهل جدا، مجرد ما تبحث عن الطبيب باسمه تدخل عليه وتحجز موعد. بالنسبة للحجز الأوفلاين، نعم، سيكون هناك أيضا حجز أوفلاين لهؤلاء الدكاترة وأماكن تواجدهم في المستشفيات سواء عامة أو خاصة. ستكون هناك حجز أوفلاين، بحيث أنك أنت لو تريد دكتور مشاهدة الدكتور، يعني التواصل معه مباشرة، أو الدكتور يطلب منك ذلك، تستطيع أن تذهب إليه في الأوفلاين، يعني تستطيع أن تحجز عند المستشفى سواء كان عام أو خاص وتذهب إليه. نعم. إذن سيد زكريا إبراهيم شكلاون، المتحدث الرسمي للشركة الليبية للصحة الرقمية، لك جزيل الشكر على هذه المعلومات، وأكيد نتمنى لكم التوفيق. أرتقي بابني هو شعار لمبادرة أطلقتها منظمة سهى الأمل للأعمال الخيرية والتنمية الاجتماعية بمشاركة عدة منظمات معنية بالتنمية البشرية، وذلك لأول مرة بمدينة البيضاء، حيث تستهدف هذه المبادرة أمهات ذوي الهمم والقدرات الخاصة لتوعيتهم بشأن كيفية خلق بيئة تنمي قدرات الطفل
أسوة بمحيطه المجتمعي وخلق جسر تواصل دائم بينهم وبين الأمهات لمساعدتهم متى طلبوا ذلك. هذا وستنطلق هذه المبادرة في عدة مدن أخرى لاحقاً. عمر الطلحي رئيس منظمة المعرفة للثقافة والتعليم والتعلم في مبادرة ارتقي بابنك، مبادرة تكون لأول مرة في مدينة البيضاء. كان وراء هذا العمل المبدع السيدة عائشة العمامي، أخصائي اجتماعي في فرع تضامن الجبل الأخضر في مدرسة الإشراقة، وفق الله الجميع. هذه المبادرة تضع بوادر التنمية، بوادر البناء، بوادر البناء المجتمعي في الابن من برنامج بورتاج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخصائية تنمية المهارات والتخاطب وداد ضو المريمي، مديرة مركز سما للفئات الخاصة، مديرة مركز فاطمة بنية الجمال. مبادرة أرتقي بابني. مبادرة أرتقي بابني مبادرة إنسانية خدمية اجتماعية مجانية، تقدم لأم الأطفال لأمهات الأطفال أصحاب الهمم. مبادرة جاءت نتيجة للتحديات والصعوبات اللي تواجهها الأم لكي ترتقي بابنها وتحسن بقدراته في سن مبكرة. مبادرة أرتقي بابني مبادرة لتثقيف أمهات أطفال الفئات الخاصة في سن مبكرة في بيئة الطفل الطبيعية اللي هي المنزل. طبعا مبادرة كبيرة، مبادرة تخدم بشكل كبير الأطفال وتقدم يد المساعدة لأمهاتهم للوصول بأطفالهم لبر الأمان. طبعا معروف إن السنوات الأولى من عمر الطفل هي أساس في تكوين شخصية الطفل، فلو حدث التدخل المبكر في هالسن هذه الأم تقدر تقصي الكثير من المشاكل اللي حتواجه طفلها في المستقبل. فإن شاء الله تكون مبادرة خير وبدرة خير تقدمها هالمبادرة للأمهات. المبادرة إن شاء الله حتطبق في 4 مدن في ليبيا اللي هي البيضاء وسبها وباري وجميل، ومن هنا ننطلق لمبادرات أخرى إن شاء الله في مدن أخرى. مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجددا. دمتم في رعاية الله.